تقدمت اليوم باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ براك الشيطان من ثلاث محاور. المحور الأول هو إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء في تطبيق المادة 80 من قانون التأمينات. المحور الثاني هو صدور مراسيم بتعيين قياديين في الدولة ما تنطبق عليهم شروط وضوابط التعيين في هذه المناصب. المحور الثالث من الاستجواب كان عن الفشل في قيام وزير الدولة بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة. هذا الاستجواب يي بعد تدرج. التدرج بدأ في حديث داخل قبة عبد الله السالم، ومن ثم توجيه أسئلة برلمانية، وبعد ذلك وصلت إلى مرحلة الاستجواب، لأني لقيت نفسي للأسف أمام حكومتين، حكومة بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف، وحكومة ثانية بقيادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ براك الشيطان. فما راح تستقيم الأمور بهذه الطريقة. أوعد الشعب الكويتي بأن الاستجواب راح يكون استجواب استثنائي. الاستجواب هذا راح أدافع فيه عن حقوقهم اللي تخلت عنها الحكومة للأسف. الاستجواب هذا راح أدافع فيه عن المال العام اللي انتهك بسبب قرارات لمجلس الوزراء. فبإذن الله الحديث عن هذه التفاصيل راح تكون تحت قبة عبد الله السالم في يوم الاستجواب.